حياكم الله. في 20 من صفر لا تتحدثوا بلغة الأرقام ولا بالخطط ولا بالإمكانات، لا تتكلموا عن النفقات ولا الجهود ولا حتى التكاليف، لأن كل ما يحصل هو إعجاز بما تحمل الكلمة من معنى. زيارة تفوق عجائبها العقل، كل ما فيها لا يحصل في أي مكان ولا زمان. أعداد الزائرين، خدمات المواكب، حتى استيعاب الطرق والأماكن للزائرين والوافدين، بل وحتى المنافذ. ورغم كل هذا هناك من يحشد ضميره الرخيص وذبابه التابع ويبذل أمواله السحت في سبيل التسقيط والاستهداف. اضربوا كل الشعائر، لا تتركوا فيها ركنا صامدا. فيهم من سار على نهج يزيد اللعين، ومنهم من كان ظلا للنظام البائد، وبيهم من سار على خطى القاعدة وداعش. والمشترك بين جميعهم انحرافات فكرية وعقائدية تترجمها المجاميع الخارجة عن ملة الإسلام، تنفس سمومها هنا وهناك، وبعد كل هذا تدمر كل الأجندات والمخططات بكلمة بسيطة من طفل خادم، أو رسالة من شيخ زائر، أو دعوة من والد الشهيد. فعن أي بلد تتحدثون أو تتحدون؟ وفي كل الأركان نداء مظلومية فلسطين حاضر. نحن الأنصار للدين وللإمام الحسين عليه السلام، ونحن امتداد للنهج والقضية ضد آل أمية، ونحن من ننصر أبناء غزة، شاء من شاء، ولا نلتفت أبداً لمن أبى مهما كان. حلقتنا لهذا اليوم ستكون مخصصة عن إحياء الزيارة الأربعينية بهذا الزخم المليوني الحاشد، رغم الأجندات والاستهدافات ورسالة التضامن الكبيرة التي حملتها المواكب وجموع الزائرين بالتضامن مع القضية الفلسطينية ومظلومية ما يحصل في قطاع غزة. رح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. ضمن أضخم تجمع مليوني في العالم، تتدافع الأمواج البشرية من داخل العراق وخارجه قاصدة مهو الأفئدة والعشق الإلهي كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في ظل الحرب الفكرية والإعلامية الممنهجة التي تقودها أياد خارجية للنيل من الزيارة الأربعينية. رغم ما تتعرض له من ربما حرب مؤدلجة، حرب ناعمة، حرب أو غزو ثقافي عقائدي فكري، لكن بالنتيجة اليوم هنالك أشبه بردة فعل، كلما كانت هنالك ربما دعايات مغرضة أو هنالك محاولة ل يعني لي الأذرع ومنع الزائرين من التوجه إلى العتبات والمراقد المقدسة، نشهد أن هنالك أعداد أكثر هي تذهب تجاه كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. بالنتيجة اليوم هذه الحرب الفكرية هي لا تواجه إلا بثبات العقيدة، خصوصا العقيدة الحسينية. اليوم لم يخلو طريق زوار الإمام الحسين عليه السلام من دعم القضية الفلسطينية من خلال المواكب وعقد الندوات التي تجسد التلاحم بين القضايا الإنسانية والشعائر الحسينية، فضلا عن تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قتل وتهجير على يد الكيان الصهيوني.
قضية الإمام الحسين هي قضية عامة جدا لكل المنظومين في العالم، يتخذ من الإمام الحسين طريقا للخلاص. وبالتالي اليوم الفلسطيني هو اليوم أكثر الشعوب التي ظلمت في عصرنا الحديث، وبالتأكيد ستكون قضيتهم متلازمة مع قضية الإمام الحسين. واليوم الزوار والشعب العراقي بشكل عام يدعم القضية الفلسطينية، لأنه يستمد هذا الدافع من قضية الإمام الحسين ومظلمة الإمام الحسين سلام الله عليه. الحكومة موقفها مساند للقضية الفلسطينية والمجازر التي تنتهكها العدو الإسرائيلي في غزة. أعتقد بأن القضية الفلسطينية ستنتصر بالقضية الحسينية. تتواصل الحشود المليونية من مختلف الأديان والقوميات زحفها نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والتي تجلت فيه أسمى مشاهد التضحية والفداء، ما يعكس حب المؤمنين لأهل البيت عليهم السلام. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. الحديث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ ماجد الشويلي. حياكم الله سيدي الكريم. بداية عظم الله لك الأجر إن شاء الله. عظم الله لكم الأجر والثواب. أستاذ ماجد، مثل ما أكو خادم بالمواكب، أكو خادم للأجندات السياسية يسعى لضرب الزيارة، للطعن بها، لتسويفها، لحرفها عن مسارها الصحيح. سؤالي لحضرتك، يعني لدينا حادثتين حصلت في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف، من يسعى إلى إثارة الفتنة بهذه الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم سيدة الكريمة، وعظم الله لكم الأجر والثواب، وأيضا التحية موصولة إلى مشاهديكم الأكارم والتعازي بهذه المناسبة العزيزة والعظيمة على قلوب أحرار العالم جميعا. لا شك سيدة الكريمة أن زيارة الإمام الحسين في الأربعينية أصبحت واحدة من أهم الشعائر التي حقيقة لفتت أنظار العالم، وأصبحت حقيقة ممارسة عالمية ولها أثر بالغ في استنهاض الشعوب وتوجيه بوصلة الوعي الإنساني صوب القضايا الإنسانية الكبرى، ومن جملتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأيضا ساهمت هذه الزيارة بإيقاظ ضمير العالم أجمع ولفت أنظار العالم إلى الدسائس والمؤامرات التي تحيكها الولايات المتحدة والاستكبار العالمي بشكل عام. ولا شك أن هناك في الداخل وفي الخارج من هو مرتبط بشكل وبآخر بأجندات الاستكبار العالمي، لذا نراهم يسعون جاهدين لمحاولة التشكيك أو التشويه أو التشويش على هذه المراسيم، ومحاولة تقويض يعني منجزاتها العظيمة التي تمثلت حقيقة في أنها في تنامي كبير، هذا التنامي كمي ونوعي وتطور عظيم مذهل، حتى أننا قلنا من أنه لا يمكن أن يكون ما يجري دون عناية ربانية ودون أن تكون لأصابع الغيب الإلهي تدخل مباشر من أن تحفظ هكذا ممارسة قل نظيرها على المستوى العالمي. ولكن أستاذ ماجد، يعني خلينا نراجع الأحداث والسنوات الماضية، كانت أكو ظروف أصعب، كان الزائر ما يمتنع عن هذه الزيارة ويروح سيرا على الأقدام في كربلاء المقدس. الجماعة ما ملوا، هذول الأجندات الخارجية ما ملوا حتى يوقفون هذا الاستهداف؟ سؤال مهم جدا. هم وقت ما يملون ووقت ما يفترون عند ذاك سوف تنتهي أجنداتهم، سوف تنتهي وجوداتهم بشكل كامل. لذلك هم يستحدثون أساليب التضليل، يستحدثون أساليب الأباطيل، ويستحدثون أساليب الفرقة، لأنهم أمام تسونامي، أنا لا أقول طوفان، واقعا زيارة الأربعين تسونامي وجداني وروحي ومعنوي. هذا بالتأكيد سوف يأتي على أجنداتهم، يأتي على آمالهم. هم كل ما يبنونه وكل ما يزرعونه وكل ما يقومون به خلال العام يتحطم على صخرة الأربعين بيوم واحد. وهنا السؤال يقول لك أنا أضخ كوم فلوس وأبث لي سموم وحرب ناعمة وأفكار صحيح. ومسلسلات وبرامج تستهدف المكون الشيعي والسقط به، تيجي زيارة الأربعين كل شيء ينتهي، أشوف أكثر من مليون شخص في كربلاء، ملايين الأشخاص، زراني تعبي كله وين راح.
هو حقيقة أولاً لأنه مرتبط بالله عز وجل، هذا لا يمكن أن ينفك ما يجري عن الغيب الإلهي، حتى نكون صريحين. والبعض ما يؤمن، يعني حتى أكون واضحة وياك، البعض يقول لك لا هذه أجندة سياسية مدعومة من دول الجوار، مدعومة من الجمهورية الإسلامية، أكو أجندات تطلع هذول الناس مع احترامي الشديد لهم ما يفتهمون، الكم الجمعي فقط، يعني مو احنا نتعرض لهذه الاهانات. صحيح استاذ ماجد منذ سنوات. يعلمون جيدا ان تاريخ زياره الأربعين هو قبل نجاح الثوره الاسلاميه وقبل وجود حتى. ليش هذا الطعن؟ ليش الربط بجهه معينه؟ هذا الربط طبعا لان هناك تاثير متبادل، هذا واقعا يعني تاثيرات نجاح الثوره الاسلاميه على الساحه الدوليه وعلى محيطنا الاقليمي وتأسيس وبناء محور المقاومة اللي أصبح رأس حربة في مواجهة مشاريعهم الاستكبارية في المنطقة، طبعا هذه أثر عليهم. هم يحاولون جاهدا حقيقة الفصل بين المجتمع والشعب العراقي والشعب الإيراني، بين حقيقة حتى هناك محاولات وأجندات مشبوهة تحاول أن تفصل بين شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا الشيع اللبناني ما له علاقة لازم بالإيراني، وهذا الشيع الإيراني ما له علاقة بالبحراني، والبحراني لازم ما إلى صلة بالشيعي العراقي، والشيع العراقي ما إلى صلة بالقدس ولا إلى صلة بالسنة وإخوانه المسلمين. هذه الأجندات موجودة، لذلك ماذا يفعلون؟ يفعلون يقومون مثلاً بهذه الأباطيل ويثيرون هذا التشويش. لكن في الحقيقة أنا قلت في سياق حديثي من أننا أمام تنامي بالوعي، يعني اليوم هذا ما ممكن، هذه الملايين تتجمع من دون وجود وعي عميق وراسخ في وجدانهم. هذا كله منين جاي؟ طبعا أولا الله سبحانه وتعالى عظم التضحية الحسينية ودور أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت يعني الذين قاموا به من دور إعلامي رسخ حقيقة قيم عاشوراء، أيضا دور المراجع، دور أصحاب المواكب، الأمهات، الآباء، هذا التوارث، المنبر الحسيني. لاحظوا المنبر الحسيني، كنت دائما ما أقول هذه الأجيال اللي تربت تحت الدمعة، هذه الدمعة يعني تحت المنبر الحسيني والشجن والعبرة والموعظة، هي اللي أنقذت العراق من عصابات داعش. هذه المواكب نفسها في أي دولة من الدول كل الجيوش ما ممكن أن توفر دعم لوجستي مثل اللي وفرته مواكب الحسين. هو هنا الإعجاز، حتى حضرتك شفت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المذهب السني الكريم في مواكب توزع على الزوار، زين هذا يقول لك أنا سنة كاملة أصرف، حتى بالتالي المذهب السني الكريم يروح ينخرط وياهم ويوزع ثواب للإمام الحسين، وهذه أجندات سياسية تستهدف وتخرف في الأربعين. لكن لماذا هذا الاستمرار؟ يعني حتى هذه النقطة أنا مدى هو يعني مو ما يستسلمون، هو هذا التدافع حاصل، يعني حاصل التدافع هذا أزلي بين معسكر الخير، يعني هذا حق وباطل، حق وباطل تدافع بين، يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أكو أجندات خير وأجندات شر. لكن لا تتصورين هذا مثلا اليوقف اللي يحاول يشوه زيارة الأربعين، طبعا لا تتصورين هو جاي هيك بدافع شخصي، لربما مضلل يعني، ولربما على علم، هو مرتبط بأجندات خطيرة جدا. هناك شنو نوع الأجندات الخطيرة جدا؟ والله سيدتي الكريمة إذا أردنا نتعمق أكثر، هناك أجندات خطيرة تحاول محو الإسلام، يعني من يقرأ لمؤسسة راند البحثية تقريرها في عام 2007، من يقرأ مثلا كتاب شيريل بينارد اليهودية المتطرفة، ألفت كتاب الإسلام الديمقراطي المدني في عام 2013، من يقرأ ما تكلم به برنارد لويس، من يقرأ هذه الأجندات يشعر من أنهم أولا محاولة محو الهوية الإسلامية واستبدالها بالهوية الشرق أوسطية. الهوية الشرق أوسطية معنى أن إسرائيل تصبح جزءا طبيعيا من المنطقة، ولذلك حتى قضية اليوم محاولات مثلا الوقوف بوجه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية هي في حقيقتها حقيقة محاولة لتعزيز وترسيخ التشريعات اللي تبعد المجتمع عن الإسلام، علما أنه هذا الأمر هسه ما أريد أخوض به، لكن علما هذا الأمر يتماشى مع الحريات الشخصية، مع القانون الإنساني العالمي، وحتى مع الدستور العراقي في كثير من مواده.
هناك أجندات الحكومة العالمية، يعني الأجندات حتى أفهم تحاول إفراغ الدين الإسلامي من يعني من محتوى، يعني أنا اسمي مسلم لكن أنا بعيد عن كل التقاليد والتعاليم الإسلامية. أحسنتم كثيرا. يعني اليوم هو شنو اللي تبقى من الأحكام الإسلام؟ شنو اللي تبقى عندنا؟ تبقى عندنا الأحكام الأحوال الشخصية، الإنسان شلون يعني يتزوج، الإنسان مثلا شلون يقوم بالإرث، الحضانة، هاي التفاصيل بالأحوال الشخصية حتى هذه يحاولون يسرخونها. وكو هناك معروفة، هناك اتفاقية السيداو اللي دخل العراق في بقانون 66 لسنة 1986، وبقتها كان اكو تحفظات لكن بعدها يعني في الزمن البائد. عموما اتفاقية السيداو سيدة الكريمة ويعرف المشاهد الكريم تلغي أي نوع من أنواع الزواج الفطري اللي عندنا، تضع بدالها مكان هذا الزواج 12 نوع من الزواج، تنفي الأسرة من التمام. هذه بحجة شنو الحجة مالتهم؟ الحجة أن هناك قاعدة أنه أي دولة تدخل بالاتفاقية الدولية أو المعاهدة الدولية، طبعا هي الاتفاقية وأصبحت بحكم هذا، هذه تصبح بعدين يعني ملزمة من أن تكيف تشريعاتها المحلية وفق المعاهدة بما يعرف بقاعدة سمو التشريعات الدولية على التشريعات المحلية. لذلك هم يريدون شعوب إسلامية منسلخة عن 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 فارغة من المحتوى، فارغة تماما. هنا زيارة الأربعين تجي شو تسوي؟ ثبت هذه الأركان، ثبت هوية العراق، هوية الإسلام. طبعا بالمناسبة طبعا زيارة الأربعين مو فقط للشيعة وإنما لكل المسلمين، ولذلك للمرة الأولى في تاريخ يعني الزيارة الأربعينية موكب لأهل فلسطين والنداء لبيك يا حسين. هذا تأثير زيارة الأربعين. كانوا يقولون فلسطين عربية، اليوم فلسطين أصبحت بهوية إسلامية وأمام مرأة طبعاً. العالم جميعا طبعاً. إلى أي مدى ستضرب هذه الكلمة فلسطين إسلامية مخططات اليهود؟ والله أنا أشوف هذا النداء وهذا الشعار حقيقة من بركات يعني زيارة الأربعين، من بركات أهل البيت عليهم السلام، من بركات الإصرار حقيقة على إحياء مراسيم عاشوراء. ولدينا أمثلة كثيرة، يكفي أن لدينا ثورة في المنطقة، ثورة عظيمة، ثورة الشعب الإيراني، ثورة الإمام الخميني التي يقول عنها كل ما لدينا من عاشوراء. ولدينا يعني محور مقاومة اليوم يستقي هذه الروحية من الحسين وثورة الإمام الحسين. لدينا الحشد الشعبي اليوم اللي هو صمام الأمان لبلد هو معقل الإسلام في المنطقة. هذه كلها بركات أهل البيت. كل ما تعمقنا، كل ما توثقت الصلة بأهل البيت عليهم السلام، كلما حافظنا على إسلامنا، وكلما حافظنا على أوطاننا، وكلما حافظنا حتى على أعراضنا وشؤوننا. رح أرجع لك على الحادثين المنفصلتين اللي صارت في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف لاستهداف الزوار. يعني بالحال شفت منصات، بالحال المنصات اشتغلت حول الطعن بالزيارة وأنه زيارة غير آمنة وصارت اقتتال واستقتال بين الزائرين، وفي الترويج كان رهيب وعجيب وقصص ما أنزل الله بها من سلطان. من اللي قاعد ركبه ونص يراقب زيارة الأربعين ويحسب عليها أخطاء؟ قلنا يعني هنا هذا الذباب الإلكتروني حقيقة وهذه المجاميع اللي مرتبطة بالأجندات الغربية مهيئة، وهذا الفعل لم يكن اعتباطيا ومو صدفة سيدة الكريمة. من اللي وقف وراء؟ يعني حركات ظالة موجودة، ولذلك احنا حقيقة نهيب بالدولة وبأجهزتها الأمنية ملاحقة رؤوس هذه المنظمات والحركات المنحرفة. حذرت منها المرجعية الدينية، علماء حذروا منها. اليوم التحقيقات تشير إلى وجود نية، كانت هناك نية مبيتة، كان طبعا الغرض من هذه العملية هو ضرب الحشد الشعبي حقيقة، وواجهوهم بشعارات حقيقة مسيئة مو فقط مسيئة ومريبة جدا. لما تضربون الحشد الشعبي اللي لولاه مكان هناك؟ ليش كل الدق على الحشد الشعبي؟ يعني هاي احنا من سنوات منذ تأسس والحد الآن وكأنه العراق ما عنده أي مشكلة، ولا العراق في سلام وأمان، والحشد هو سبب المشاكل. ليش يراد لهذه الصورة النمطية أن ترسخ في ذهن العراقي؟ يعني هذه فقط من النفر الضال، يعني أنا أعتقد ليس الأعم الأغلب حقيقة يثمن ويكبر موقف الحشد الشعبي ودماء الشهداء والفتوى المباركة، أما هذا النفر الضال اللي حقيقة حرفته أجندات الاستكبار العالمي والغرب، هذا مغرر بهم قسم من عتهم منتفعين ومستفيدين. لكن أنا أستغرب حقيقة بصراحة
يعني أكو هناك تماهي والتماهل في ضرب هذه الحركات الضالة، هذه في شكل خطر على البلد. يعني اليوم بحمد الله وإن شاء الله تمر على خير زيارة الأربعين، ممكن هؤلاء يقومون بأعمال كثر، ممكن أنه يعني يخلقون فتنة. شنو نوع التماهي اللي حضرتك وصفت به؟ يعني يتركوهم قبل، يعرفون مقراتهم، يعرفون رموزهم، يعرفون شعاراتهم، ولكن تركيهم إلى الآن. زين ليش؟ يعني هي حكومة تطبق القانون على ناس يعني وناس؟ هي مو قضية فقط الحكومة، يعني أنا بعد منهم هو يعني هناك خلل بنيوي. أنا أقول يعني إحنا لربما فهمنا للحريات فهم خاطئ، يعني فيه مبالغة. يعني أنت عندما يقول هناك يعني منظمات وحركات مشبوهة، صحيح بعضها لربما رموزها ملاحقين وهم خارج البلد الآن، زين، لكن عندما يفترض أن يكون هناك نوع من الحقيقة الحزم مع هؤلاء. يعني أنتم بتعرفوهم ينشرون يعني المحتوى الهابط أجلكم الله، من الأخطر المحتوى الهابط؟ لو واحد يشكك بالمرجعية ويشكك بزيارة الأربعين ويتوعد بالزوار، أنا أعتقد زين. إحنا ليش ما عندنا رقابة إلكترونية؟ ليش ما موجودة ينشر على الأنترنت يخوف الزوار، يضرب صورة البلد، يضرب صورة زيارة الأربعين على أنه موجودة غير آمنة؟ موجودة ولكن مو بذاك الحزم. أنا أقول مو بذاك الحزم يا أستاذ ماجد، أنا مستغرب. هم حتى جماعة المحتوى الهابط يعني انسجنوا شهرين طلعوا أقوى من الأول. تمام يعني مو بذاك المستوى، مو بذاك الحزم. يا سيدتي الكريمة، ماكو بشر اليوم فقط الرشد ولا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. خذ الكتاب بقوة. يعني أنا أعرف أرصد هؤلاء وأعرف مبيتين فد عمل مخيل أو مضر بالزيارة، أرصدهم وأتابعهم وأعتقلهم. أكو سؤال يثار أستاذ ماجد بصراحة، أكو جهات سياسية اليوم دعمته تستهدف الحيج الشعبي؟ احنا شفناهم بالبرلمان. والله طبعا واضح، كثير من عتهم لا يخفي امتعاضه وغيظه وحقده على الحشد الشعبي، بل حتى على العمليه السياسيه. ولذلك نقول احنا، لكن هم منخرطين في العمليه السياسيه. هاي مشكله، هاي وحده من قلت ثاني خلل بنيوي، وواحده من اسباب يعني التماهي مع هؤلاء. يعني لو كان فعلا تفعيل للمواد القانونيه، بالمناسبة حتى القانون رقم 111-69 قانون العقوبات النافذ هو نفسه طبعا ما يسمح بهاي الحركات، ما يسمح. يعني حتى بزمن الملعون صدام ما كان مسموح وفق القانون، لكن ماكو تفعيل، يعني ماكو تفعيل لمواد القانون بشكل صارم وحازم. أنا بس أرد أفهم، لما قبة برلمانية سلطة تنفيذية وتشريعية وما تطبق للقانون بطريقة صحيحة وبطريقة حازمة، أنا كمتلقي كمواطن شلون افهم هذه الامور استاذ ماجد؟ لا، التشريع يعني بعهده قبه البرلمان المشرعين والقوانين، وهم مراقبين على اداء السلطه التنفيذيه. خلل في السلطه التنفيذيه، وهي حتى احنا التشريعيه قبل شويه ذكرت احنا كم سنه قانون الاحوال الشخصيه ما متبدل. هذا طبعا هسه لما انت تقول لي هو يدعو لتفكك الاسره، ايش قد عندنا اسر عراقيه تفككت بسبب عدم تعديل القانون؟ هاي منو يتحملها؟ والله خلي اقول لك، وانا اتكلم الان والمشاهد يسمعني، انا اعرف كل الزين، وذكرت في سياق حديثي أن هناك أجندات. شنو معناتها السفيرة الأمريكية تتدخل يعني وتعتبر أنه تعديل شأن داخلي وبرلمان وناس منتخبين وهوية البلد بدستورة بشعبة هوية إسلامية؟ شنو تتدخلين تقولين هذا يضر بحقوق المرأة والطفل؟ وين حقوق الطفل والمرأة في فلسطين يا هسه؟ هذه سهلة، يقول لي قانون مكافحة البغاء أجلك الله اللي دخلت به أيضا مرة. زين إحنا إلى متى يبقى بابنا مفتوح لهذه التدخلات من هذا ومن فلان ومن علتان؟ إلى متى أستاذ؟ والله هذا إلى متى، يعني هذا الكل معني به. بالمناسبة كل الجهات معني به، سواء هيئات، مؤسسات، حكومة، شعب، منظمات مجتمع المدني، مساجد، خطباء، مثقفين، نخب، الكل معني. ثقافة يجب. هو شنو زيارة الأربعين؟ خلاصة زيارة الأربعين والذهاب إلى الإمام الحسين شنو؟ معناتها رفض لهكذا أجندات، معناتها الإصرار على القيم الإسلامية. عمي هي الزيارة، هاي خلاصتها، ترى مو خلاصتها، ترى مو أكل وشرب. ولذلك أقول أنا أكو تنامي بالوعي، يجب أن يكون خلاصة زيارة الأربعين رفض الأجندات الأمريكية. لا ونصر، هاي هويتنا، عم إحنا ناس مسلمين، انت شلك دخل بشؤوني؟ ليش يردون يخلونا ناس منزوعين الهويه؟ ليش للاسف البعض اشوفه
مثلا هويته الإسلامية ويحكي لك بالدين، هو بعيد أبعد ما يمكن بالدين، ومن توصل يم الدين ما شاء الله شوفوا لسانة للتربة. ليش؟ هي مو مشكلة يعني موني والله ما قاعد أفهم أستاذ ماجد بصراحة، يعني أنت لا يم الدين لا يم الزيارة، أنت ما قاعد تلطم على صدرك حتى نقول أنت قاعد تتأذى وحاشر نفسه وخشمة في كل شيء يتعلق بموضوع الزيارة والدين. زين شنو هذا التناقض؟ والله صحيح. بينما الإسلام بينما الدستور العراقي والقوانين العراقية والبرلمان كلتها حافظت له وقالي لعمي شو تريد تروح؟ شو تريد تروح تسوي؟ هسه خلينا نتكلم صراحة، اليوم لا الحانات ولا البارات مغلقة مجازة وتروح. عمي خلينا مو تقولون موسى بدينا وعيسى بدينا، يابا احنا أغلبية، يعني هذا أغلبية الشعب العراقي يريد يمارس حقوقه وفق التشريع وفق المذهب الذي ينتمي إليه، مو من حق أنت تتدخل؟ زين احنا من نقول مثلا اغلق لنا نادي معين او مثلا تقوم كلمة واحدة اذا كتبتها على الفيسبوك ممكن ماتك الفيس يغلق او يغلق الحساب يحظى. ايه تدري شنو يعني؟ هي هسه الحرية على ناس وعلى ناس. ليش؟ لان ذاك الخط يعني رعايته من قبل الولايات المتحدة، لان ذاك المنهج يتوفر له حماية أممية. أستاذ ماجد بصراحة راح يقولوا لك أنت من يرعى نظريات المؤامرة، كل شيء جبت لي طاري الولايات المتحدة، كل شيء جبت للكيان الصهيوني، لو شرد أعبر راح أجيب للكيان الصهيوني. هم ليش الناس لحد الآن ما مستوعبين أنه الكيان الصهيوني يريد يدمرك من الداخل حتى يتمكن منك؟ وسيدتي الكريمة، لو أنا من كيفي لو ما متدخلة يعني السفيرة الأمريكية، لو ما أكو معاهدة السيداو، لو ما أكو تدخل بالقوانين حتى بقوانين الانتخابات، أقول والله أنا مبالغ وأقول بالمؤامرات. وسيدتي الكريمة، مو هو واضح جدا التدخل الأمريكي وحتى يعني في أروقة الله أكبر، حتى الرئيس الروسي بوتين ذاق ذرعا بهذه التشريعات، قال عمي خلي نحافظ على الأسرة التقليدية بروسيا اللي هي الأب والأم الأب والأطفال. مو يعني مو فقط مسلمين سيدتي الكريمه، صحيح. هو الانسان الفطره بالفطره الله أب سبحانه وام ذكر وانثى، من ذكر وانثى رحم الله والديك، هسه اللي احنا قاعد نشوف اشياء ما انزل الله، خلقناكم من ذكر وانثى، بحيث رئيس بوتين يخوض معركه يقول معركه قيم فطريه. هو هذا ما اي مؤامره. طيب اسمح لي استاذ ماجد ان ارحب عبر سكايب من فلسطين الكاتب والباحث بالشان السياسي مأمون ابو عامر. حياك الله استاذ مأمون. أستاذ مأمون تسمعني؟ أي عندك مشكلة بالصوت أستاذ مأمون إذا كنت تسمعني بوضوح؟ أستاذ مأمون سمعني؟ أي أسمعك بشكل واضح الآن، أنت تسمعني؟ سامع نعم أنا حييت حضرتك وأسألك عن أن العراق يعني حمل راية القضية الفلسطينية ومظلومية فلسطين بالمواكب الحسينية والزائرين وبالمعارض وبالمحافل فيما يتعلق بزيارة الأربعين، ما هو رأيكم بهذا الاستذكار وهذا الموقف العراقي إزاء قضيتكم الحق أستاذ مأمون؟ حقيقة يعني الموقف العراقي نبيل من طوال الوقت، يعني العراق يعني معلم أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي الشعب العراقي بكل طوائفه وكل توجهاته هو مع الشعب يعني داعم للشعب الفلسطيني، وهم والمسيرات والحشودات التي نشهدها في سواء في المناسبات الشعبية أو المناسبات الدينية هي يعني ذخر لدعم القضية الفلسطينية، والشعور بالمظلومية هي طبعا شعور بالمظلومية للشعب الفلسطيني، ولذلك يعني هذا طبعا مؤشر إيجابي يخدم يدفع ويساند الشعب الفلسطيني في وتثبيته على أرضه أن هناك أمة وشعوب تقف إلى جانبكم في كل بقاع الأرض، وهناك دوافع وقيم مشتركة وهي قيم الشعوب بالمظلومية من الشعوب الإسلامية تجاه نصرة القضية الفلسطينية. أستاذ مأمون بصراحة ما يجري اليوم في فلسطين يذكرنا بشكل كبير على ما جرى على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، يعني من قتل للأطفال، انتهاك حرمات، سفك للدماء البريئة والطاهرة. اليوم يعني زيارة الأربعين، من وجهة نظرك كباحث في الشأن السياسي كيف تقرأ تأثيرها على الواقع
الافتراضي والواقع الحقيقي في المجتمعات الدولية والمجتمعات الإسلامية؟ أعتقد يعني القضية في المسائل الطائفية هناك الشعور بجدر أكثر، لكن في المسائل العامة أعتقد هو الاجتماع الإنساني هو الذي يجمع الناس، يعني والجامع دين كل المسلمين بكل طوائفهم هم يعني مسلمون متفقون على موقف واحد ضد الاحتلال الصهيوني، سواء مسنة أو شيعة أو كل الطوائف، حتى المسيحيين في فلسطين يقفون، وفي المسيحيين في كل فلسطين وفي خارج فلسطين يقفون مع القضية الفلسطينية، حتى الأحرار في العالم الذين نشاهدهم في أوروبا أيضا يقفون في العالم. هذه طبعا المسيرات والحشودات الشعبية التي نشاهدها في هذه المناسبات هي ذخر للقضية الفلسطينية وذخر للإنسانية برفض الظلم والاعتداء على طيب. الأحرار في العالم. أستاذ مأمون، هنالك من يقول دائما أن فلسطين عربية، ولكن اليوم فلسطين بهوية إسلامية متجددة. اليوم كل مسلم، كل شخص لديه إنسانية أو ذرة من الإنسانية، والله يا أستاذ مأمون، لا يرضى بالظلم الذي يحدث في فلسطين. يعني أنا سؤال لحضرتك، هل تحولت فلسطين اليوم من هوية عربية إلى هوية إسلامية أو إلى هوية إنسانية ترفض هذا الظلم وهذا الانتهاك؟ أعتقد أن يعني في مخيلتي كإنسان أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على إنسانيتهم قبل أن يحاسبهم على أديانهم، لأنه خلق إنسان قال إني جاعل في الأرض خليفة، فمدام إنسانية سيحاسب كإنسان. ولذلك يعني عند الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة بكلب سقته عطشان وسقته. فلذلك هذا إذا جئنا بالأحرار في العالم فهم يقفون مع القضية الفلسطينية، فذلك عندما يكون إنسان مؤمن فيقف مع القضية الفلسطينية، يقف مع العدالة. فلذلك يعني هذه المشتركات التي يشترك فيها الناس في موقفهم الإنساني هو مطلب أساسي سيحاسب الله الناس جميعا عليه، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فهم بشر في المقام الأول. إن الذين كفروا لكن أستاذ مأمون، إنما المؤمنون أقوى، إنما المؤمنون أقوى. يعني اليوم العراقيين والفلسطينيين أخوة، كل المسلمين اليوم أخوة، لماذا هنالك من يحاول كسر هذه الآسرة بصراحة أستاذ مأمون؟ نعم طبعا، يعني احنا نشهد يعني منذ فترة طويلة يعني نشهد هناك محاولة لتبديل منظومة القيم في المجتمعات الإسلامية. طبعا هذه المعركة تبديل القيم فشلت بفشلا ذريعا بشكل كبير في المجتمعات العربية والإسلامية والدول الإسلامية بشكل عام، يعني سواء في بعض البلدان يعني نجحت نسبيا بالقول، لكن بشكل عام في داخل المجتمعات الإسلامية كل ما زادت نسبة الثقافة لم يؤدي ذلك إلى تحلل من القيم الإسلامية، بل بالعكس زاد تمسك الناس بإسلامهم وهويتهم. لذلك بحث الاحتلال العدوان القوى الغربية على آلية جديدة، وهي تبديل أولويات الصراع وبإدخال مركبات الصراع الجديدة، بدل أن تكون الصراع الأساسي ومع الاحتلال الصهيوني على فلسطين، هو إيجاد صراع داخلي مبني على مستويات انتماءات طائفية، انتماءات قومية، انتماءات دينية، بحيث يبعد العدواء الاحتلال عن أن يكونه في المقام الأول. لذلك عند الدراسات نجح الاحتلال نسبيا في هذا الموضوع في أحداث الربيع العربي والأزمات التي حدثت في بلدان العربية والإسلامية والصدامات التي حدثت على جزء منها كان على بعد طائفي، وهذا طبعا كان بتحريض خارجي قوي. وبالتالي هذا عندما جدنا في بعض تحليل المشهد العربي والإسلامي خاصة في المنطقة العربية، أن بعض المناطق تراجعت إسرائيل في سلم أولوياتها في العداء إلى صالح العداء إلى دول أخرى مثل إيران. يعني هذه النقطة أستاذ مأمون، يعني بالضبط تفضلت بنقطة، ولذلك نعم لذلك تفضلت بنقطة مهمة لو سمحت لي. وفي الأقصى أن عاد صياغة طبيعة المعركة، نعم. أن المعركة الحقيقية والبوصلة الحقيقية هي مع الاحتلال وليس
بين أجنحة الأمة، أجنحة الأمة هي كلها معرضة للعدوان. أستاذ مأمون، أستاذ مأمون، الأمة مطالبة الآن بإعادة دراسة المشهد من جديد وتكسير هذه نقاط الخلاف وتجسيرها، بحيث أن يصبح المسلمون يتقبلوا الخلافات البينية ويتجاوز نقط الخلاف، بحيث لا تكون هناك نقاط استفزاز في صفوف المسلمين بينهم وبين بعضهم، وأن تكون. وأنا أشير إلى الفتوى التي أصدرها المرجع الأعلى علي خامنائي في هذا الموضوع بتحريم الإساءة إلى الصحابة وتحريم الإساءة إلى المؤمنين، وهذا كان لها أثر إيجابي كبير في نفوس كثير من أهل السنة، بأن هذا أسقط كثيرا من الدعاوى التي تحاول أن تحرض الناس على الناس المسلمين على بعضهم البعض بخرافات قديمة أو تصورات غير صحيحة، وبالتالي هذا يجسر الهوة بين المسلمين ويجعلهم قادرين على أن يكونوا صفا واحدا متلاحما في وجه مأمون. عدوهم الحقيقي. أستاذ مأمون، تفضلت بنقطة مهمة للغاية. تحرقهم جميعا. أي نعم، تفضلت بنقطة مهمة للغاية، قلت أن هنالك من يحاول أن يبعد الكيان الصهيوني عن كونه العدو الأساسي للعرب وللمسلمين في العالم، وأن يوجهها صوب دولة أخرى، وتحدثت عن الجمهورية الإسلامية. هل هنالك بعض البلدان حقا أصبحت الجمهورية الإسلامية عدو لها بدلا من الكيان الصهيوني؟ والحقيقة ليست المشكلة، ليست أنه والله إيران هي عدو وليس عدو، هذا تصنيع إعادة جدول، إعادة صياغة العقل في المنطقة، بحيث أنه إعادة تصوير المشهد بأن الصراع هناك وليس هنا. ولذلك تغيير السهام من أن تكون السهام مجتمعة تنقسم فيما بعضها ثم تقتتل ويترك العدو يتمدد يهيمن على المنطقة. ولذلك كانت كل الجهود في الفترة في العقد الماضي توسيع الصراع وتحريض وحشد وقع. أنا أعتقد للأسف الشديد الكثير، كل أطراف وقعت في هذه الفتنة للأسف الشديد، والاحتلال القوى الغربية ومراكز التفكير ومراكز البحوث عملت جهدا كبيرا من أجل هذا الإيقاع الكبير بين طوائف الأمة، وللأسف الشديد الكل وقع في هذه المشكلة. وللأسف ولذلك كانت ميزة طوفان الأقصى والتحام الدماء الإسلامية كلها من جميع طوائف أبناء الأمة هي الجسر الحقيقي الذي يمكن أن يعيد صياغة الهوية من جديد، ويعيد تسلسل إعادة صياغة المعركة مع من نحن ومن هم. وبالتالي هذه المعركة الآن معركة الوعي، ليست معركة الأقصى، ليست معركة الصراع على أرض، بل هي معركة استعادة الوعي الأمة حول هويتها الذاتية. نحن أمة واحدة، ولسنا، وحتى الاختلاف قد يكون جزء من عوامل التحريك وعوامل النهوض والتنافس، وليس للصراع. وبالتالي لابد من شحن هذه القوة، إعادة اللحمة. وقد كانت هذه العلاقات ما بين حركة حماس وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عامل نموذج في هذه المعركة، بحيث أن كل ينظر كثيرين بدأوا يعيدوا صياغة التفكير بإمكانية تجاوز الأزمات التي حدثت في الفترة في العقد الماضي، وبناء مرحلة تصور لمرحلة جديدة يمكن أن تجمع الجميع في صف واحد، وأن بدل أن يكونوا في صفوف في معارك في جبهات متعارضة وصدامات تستنزف الجميع لصالح الأعداء. أستاذ ماجد، بصراحة هل من يستغل أوقات محرم أو أوقات الزيارات المليونية في العراق يستهدف الشيعة فقط؟ لو شو يستهدف من يبث سمومه في هذا التوقيت؟ لا، هو في الحقيقة يستهدف جميع المسلمين، يستهدف الإسلام، لكن طبعا هو يأتي لأهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت وشيعة أهل البيت خاصة في العراق باعتبار معقل التشيع عند ممارسات وعند مواسم بها مراسيم كثيرة وكبيرة، يحاول قدر الإمكان أنه يبعث برسالة أن هذه المراسيم شركية، أو أن هذه المراسيم تتخللها ممارسات غير لائقة، حتى لا تكون هذه المراسيم منطلقا للوحدة
منطلقا للتعريف بأهل البيت عليهم السلام أكثر، حتى لا تكون منطلقا لرفض الظلم أيا كان بشكله أو مكانه. من هنا وجدنا أنهم يخشون زيارة الأربعين لأنها تعبئة حقيقة، تعبئة معنوية. تلاحظون مثلا الشعارات يعني اللي موجودة عند زوار أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، هي أبرزها وفي مقدمتها هيهات من الذلة، ألا وإن الدعي قد ركز بين اثنتين، بالضبط فيها محاكاة وفيها مقاربة لما يجري على الشعب الفلسطيني، لما ما أشبه الأمس اليوم. بالضبط اليوم بالأمس يعني كذا بالضبط، يعني اليوم أكو قتل، أكو انتهاك، أكو انتهاك لحرمة الدم المسلم أستاذ ماجد. لكن لو نيجي على المعطيات، المعطيات اختلفت تماما، لأنه الإمام الحسين يعني كان شخص واحد ينادي ألام الناصر أن ينصرنا. اليوم عندك ملايين متوجهة تبكي، تعبر عن حزنها، تعبر عن ثورتها وإسنادها للإمام الحسين. شلون نقدر نوظف اليوم هذه الطاقة لنصرة قضايانا الحق أستاذ؟ أحسنتم. هو أساسا خروج الإمام الحسين عليه السلام لأجل ماذا؟ رفض الظلم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذه أولا. وقدم برنامج العملي، أسير بسيرة أبي وجدي رسول الله، يعني هم قدم برنامج معلوم وبرنامج فضفاض. الإمام الحسين واضح جدا، الإمام الحسين كان هناك مثلا والي على مكة، وهناك والي على المدينة، وهناك ولاة، لكن ذهب إلى أنه مثلي لا يبايع مثله، لا نبايع يزيد. الآن نوجهها الآن اليوم يزيد العصر والولايات المتحدة الأمريكية، أجنداته وهؤلاء كلهم ولاة عند الولايات المتحدة، يعني الكيان الصهيوني ابن مرجانة خلينا نقدر نقول بالضبط، واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء. لكن وهي الشيطان الأكبر الولايات، صدقيني هذا الكيان الغاصب كان يمكن سقط من زمان لولا هؤلاء ولولا الأجندات، لولا الدعم الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية. الإمام الحسين قالها ومثلي لا يبايع مثله، قالها بشكل واضح. شبيهم اليوم بعض العرب، والله ما أقدر حتى أقول عليهم عرب، خلينا نسميهم أعراب، يركض وراء نتنياهو ويركض وراء الرئيس الأمريكي، يتمنى بس الرضا منه. هذه قصة، قصة هذه القصة ولادة هذا، هناك ارتباط عضوي، يعني ولادة هذا الكيان الغاصب، هذه هناك تلازم بالولادة بالنشأة بالوجود، تخادم ما بين هذه الأنظمة والكيان الغاصب، بمعنى أنها لو تخلت عن دعم الكيان الغاصب سوف تسقط، والكيان الغاصب والولايات المتحدة الأمريكية لو لم تدعم هذه الأنظمة سوف يسقط الكيان الغاصب. هذا تخادم فيما بيناتهم وهناك تشابك. سيدتي الكريمة، المشاهد الكريم يعرف جيدا اليوم الكيان الغاصب لولا الطريق البري اللي موجود من الإمارات عبر السعودية كان سقط إسرائيل، كان سقطت، يعني الكيان الغاصب كان انهار. من اللي مده؟ بعض دولة أخرى إسلامية كبيرة مدة بالغذاء سمي ليها السابق، تركيا واضح جدا. هذه لولا هذه العلاقات ما كان بإمكان المسلمين. ليش ما يتخذون موقف من تركيا؟ يعني ليش ما يتخذون؟ أنا اليوم والله عندي بضائع تركيا، والله أنا قاطع. هم منو يا سيدة الكريمة؟ هم على رأس المؤتمر القمة الإسلامي وبيتهم كل اللجانات. هم المصيبة شنو؟ يحجون بالإسلام وما يطبقوا. على كل الدين لعق، قالها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، زين؟ هؤلاء الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هم الآن يتفرجون على قتل أطفال فلسطين وشعب فلسطين وتجويع فلسطين، وهم مساهمين، يعني مساهمة مباشرة وفاعلة، حالهم حال الولايات المتحدة الأمريكية. شلون نوظف زيارة الأربعين لنصرة فلسطين؟ هو هذا نوظفها اليوم، شعار وعي دعم للقضية الفلسطينية. وبالفعل يعني أنا أعرف كثير من الأخوة العراقيين وأصحاب المواكب اليوم يمدون الشعب الفلسطيني بالأموال والغذاء وواصلين. نعبئ الأجيال ونوعي الأجيال على أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، على أن إسرائيل الكيان الغاصب مغتصب لهذه الأرض، على أن الشعب الفلسطيني له الحق بالعيش على أرضه من البحر إلى النهر، أن هناك أجندات وهناك أنظمة عربية متأمركة متصهينة أكثر من الصهاينة أنفسهم. هذا شقد قطعة زيارة الأربعين طريق التطبيع مع العراق؟ لأن كانت أكو مؤتمرات، أكو ندوات، أكو أحاديث على أنه العراق سيطبع مع الكيان الصهيوني، لكن هذه الممارسات وهذه الزيارة المليونية إلى أي مدى قطعت هذا الأمر؟ وقلنا بداية حديثنا يعني إحنا كل ما حاولوا يعني ينسجون من أجندات مريبة للعراق وللمنطقة تتحطم على صخرة
الأربعينية ملايين، يعني 25 مليون. رسالتك زيارة الأربعينية خلي ينسون التطبيع مع الكيان الصهيوني، خلي ينسوه تماما. هذا ما أريد أخذ من عندك. أنا أكثر من ذلك، ولربما حضرتك يعني في مواقع التواصل شاهدتي أنه أنا كتبت أنه هذه هي هوية العراق، شاء من شاء أبا من أبا، ما لنا شغلة. هذه هوية العراق، بلد إسلامي، بلد شعب مسلم، أغلبية مسلمة. لا تحاولون تفرضون عليه أجندات من هنا أو هناك، هويته إسلامية. وما دام العراق محافظ على هوية الإسلامية، ترى هو الضمان للمنطقة بصراحة، مفتاح التطبيع في المنطقة. كل التطبيع مهما جرى، لو كل المنطقة طبعت والعراق ما مطبع ما يمشي التطبيع، ولو كل المنطقة انخرطت بالإبراهيمية والعراق لم ينخرط، لن يكون هناك إبراهيمية. هذه النقطة يعوها سياسي العراق من أراد والتطبيع. خلي اللي يعي يعي واللي ما يعي يعي، عندنا شعب واعي، عندنا شعب واعي، وعندنا والحشد ضمان وصمام أمان العراق. المرجعية الدينية، الحشد الشعبي، الأمهات الطاهرات، لولا حجور طابت وطهرت، هذا الذي قاله الإمام الحسين، هذا الذي قاله اليوم يتجسد. عندنا رجال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذا الأجيال شباب هم الضمانة لهوية العراق الحقيقية. خلي هذا يحكي لي لينشز بقوله، أريد ما أعرف شنو هذا، وما طالبين أكثر من حقنا. ناس مسلمين، تشريعاتنا نتفاعل مع فلسطين من منين؟ من الواعز الديني والأخلاقي والتربوي والفطرة الإنسانية. صح. هذه الخلاصة. حياك الله وشكرا جزيلا للباحث في الشأن السياسي ماجد الشوري، حياك الله نورتنا في حلقة اليوم. الشكر موصول للباحث في الشأن السياسي مأمون أبو عامرة، حياك الله كنت معي عبر سكايب من فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا. ختام محور حديث حلقة الليلة بأبرز ما جاء في منصة إكس حول زيارة الأربعينية، لنتابع. ننتقل بكم الآن إلى الموجز الخبري. الحشود المليونية من داخل وخارج العراق تحيي زيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة وسط استنفار جميع مؤسسات الدولة. السوداني يترأس اجتماعا ضم عددا من الوزراء والمحافظين في كربلاء المقدسة لمتابعة الجهود الخدمية الخاصة بزيارة الأربعينية. اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعينية تعلن دخول أكثر من 3,400,000 زائر من الخارج لإحياء الزيارة الأربعينية. وزير الداخلية يشرف على تطبيق الخطط المرسومة لتفويج زائري الأربعينية ويوجه بالمرونة وتسهيل حركة الزائرين. قائد عمليات بغداد يعلن إشراك 180 عجلة للتفويج العكسي للزائرين ويؤكد تسهيل عملية رفع جميع المواكب الحسينية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.